السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة مساء. نبدأ النشرة بأهم العناوين. السلطنة والولايات المتحدة تستعرضان تطورات الأزمة الخليجية وتجددان دعمهما لجهود أمير الكويت لاحتوائها. انتخاب السلطنة عضوا في لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة. الرئيس الروسي يؤكد وجود مساع لبلاده لإيجاد تسوية سياسية في سوريا بين أطراف الصراع. وفي أخبارنا الاقتصادية تتابعون: توقعات بنمو قطاع البناء والتشييد في السلطنة بحوالي 20 مليار دولار أمريكي بحلول 2021. أما في أخبار الرياضة فتتابعون: الاتحاد الدولي لكرة القدم يوافق على تجريب التقنيات في كأس القارات قبل استخدامها في نهائيات كأس العالم 2018. تلقى معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي ريكس تيلرسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط البلدين الصديقين. وعبر وزير الخارجية الأمريكية عن تأكيده وثقته بمتانة وقوة هذه العلاقات ورغبة الإدارة الأمريكية باستمرارها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والأزمة الخليجية الراهنة. وقد تم التأكيد مجددا على رؤية السلطنة بأهمية دعم جهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومساعيه الحميدة لاحتواء هذه الأزمة، وأن السلطنة تتطلع إلى أن تحظى هذه الجهود بدعم جميع الأطراف، كما أن دور الولايات المتحدة مهم ومطلوب للتعاون في إيجاد الحلول لتسوية هذه الخلافات، ولدى السلطنة الثقة بأن الأشقاء في مجلس التعاون لديهم الرغبة في تجاوز هذه الأزمة وتفعيل منظومة مجلس التعاون بما يحقق الأهداف المتوخاة ويخدم المصالح المشتركة لشعوب دول المجلس ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها. مذكرة تسعيرة إمداد الغاز لمشروع مصفاة الدخن ومجمع البتروكيماويات من أبرز ما ناقشه مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة خلال اجتماعه الثالث لهذا العام. كما تطرق الاجتماع إلى الاعتمادات المالية المطلوبة لتمويل خطة تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل المعدة من قبل الصندوق الوطني للتدريب. من جانب آخر، اطلع المجلس على تقارير التصنيف الائتماني للسلطنة وعلى نتائج الإصدار رقم 53 لسندات التنمية الحكومية وتقرير عن الحسابات الختامية وأداء الصندوق العماني للاستثمار للسنة المالية 2016. ترأس الاجتماع معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة. انتخبت السلطنة عضوا في لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة، وذلك في اجتماع اللجنة الأول الذي عقد بنيويورك والذي خصص لانتخاب أعضائها الجدد للفترة من 2017 إلى 2022. وفاز مرشح السلطنة السفير الدكتور عدنان بن راشد العزري استشاري مشروع الجرف القاري بوزارة الخارجية بعضوية اللجنة بحصوله على ثاني أعلى نسبة من الأصوات بعد المرشح الياباني بواقع 157 صوتاً. وقطعت السلطنة شوطا كبيرا في مشروع تمديد حدود جرفها القاري وهو في مراحل متقدمة، حيث يتوقع أن يتم تقديم الطلب رسميا إلى لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة في العام المقبل. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تبذل مساعي حثيثة لإيجاد تسوية سياسية تنهي الصراع في سوريا، مشيرا خلال لقاء متلفز إلى خطط مستقبلية لنقل قوات بلاده إلى قواعد روسية قائمة في سوريا. إلى التأسيس لعملية تسوية سياسية في سوريا بين كل الأطراف المعنية
خططنا متوسطة الأجل في سوريا تشمل تحسين قدرة القوات السورية، فيما سيواصل الطيران الروسي المساعدة وقت الحاجة. دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى توفير التمويل اللازم لمواجهة تفشي وباء الكوليرا وخطر المجاعة في اليمن، وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إن تفشي الوباء يضعف المناعة لدى الأفراد بما يفاقم خطر المجاعة، مضيفا خلال مؤتمر صحفي بعمان إلى أن خطر المجاعة مرجح بشكل أكبر في اليمن مع نهاية العام الجاري. وأشار المنسق الأممي إلى أن هناك أكثر من 130 ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، فيما جاوز عدد الوفيات بالمرض 970 حالة وفاة. ارتفع عدد ضحايا حريق البرج السكني في لندن إلى 17 ضحية، وقالت الشرطة البريطانية أنه لا يزال هناك 37 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 17 ما زالوا في الرعاية المركزة، مستبعدة في الوقت نفسه وجود صلة للإرهاب بالحريق. هذا وأمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بفتح تحقيق شامل وعلني للكشف عن أسبابه. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. تبرع بالدم، تبرع باستمرار، شعار احتفال السلطنة باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. ثمان اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية وقعت بين شركة تنمية نفط عمان وعدد من الجهات الحكومية، من بينها إنشاء بنك مؤقت للجينات لأغراض بحوث الحمض النووي، وقاعة ابتكار عمان الهادفة لتدريب طلاب المدارس على الاختراع والإبداع. التكامل بين القطاع العام والخاص من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية يفضي لخدمة أكبر شريحة في المجتمع من خلال مشاريع منتقاة تساهم في التنمية. ثمانية اتفاقيات وقعت بين جهات حكومية وشركة تنمية نفط عمان، بينها إنشاء بنك مؤقت للجينات لأغراض بحوث الحمض النووي، واتفاقيات أخرى تختص بتنمية قدرات طلاب المدارس تحت مسمى المتطوع الصغير. هذه المشاريع هي مشاريع مثرية لقطاع التربوي والتعليم، سواء ما يتعلق منها بإنشاء الفصول الدراسية أو في مدرسة حمراء الدروع في ولاية عبري، أو ما يرتبط منها يعني تأثيث وتمويل قاعات ابتكار عمان، أو ما يتعلق منها بموضوع التطوع للطلبة. يعني هذه المشاريع إجمالا هي مثرية لمسيرة التربية والتعليم في عمان إجمالا. قاعة ابتكار عمان وقعت اتفاقيتها لتكون ملاذا لطلاب المدارس بهدف تدريبهم على الاختراع والإبداع والتفاعل مع التقنيات الحديثة. راح تستهدف الطلبة المبتكرين في مجال الروبوت، ورش الروبوت والإلكترونيات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحويل الفكرة إلى المنتج من خلال تصنيع هذه الابتكارات عن طريق أيضا طابعات الثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى التصميم المتكامل لهذه الابتكارات. تنويع الخدمات العامة وتوزيعها على مختلف محافظات السلطنة هدف أساسي للشركة، حيث تم التوقيع على اتفاقية لإقامة منتزه عائلي في ولاية هيمة وإنشاء مجلسين عامين سيستخدمان لإقامة الفعاليات والمناسبات الاجتماعية بولاية ثمريت، وتوريد 70 سريرا لخدمة المستشفيات بمحافظة الوسطى، وهي جميعها مشاريع جاءت بعد بحثها بين مسؤولي الشركة ومحافظي وولاة الولايات التي تقام فيها. اجتماعات دورية مع أصحاب الشأن، كان أصحاب سعادة الولاة أو المديريات الموجودة في مناطق الامتياز. الاجتماعات الدورية هذه كل ثلاثة شهور نجتمع معهم ونعرف شنو متطلبات المجتمع وشو الأثر اللي بتركه هذه المشاريع الاجتماعية على المجتمع حوالينا.
يعد إقامة هذه المشاريع التزاماً من الشركة بمواصلة توفير المعدات والبنية الأساسية الحيوية لتلبية الاحتياجات التعليمية والمجتمعية والصحية في المجتمع. توطيد العلاقة مع المجتمع والمساهمة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية في المشاريع التنموية بمحافظة السلطنة، دور الرائد تقوم به الشركة منذ إنشائها. عبد الله بن علي البلوشي، مسقط. إسهام الأوقاف في تطوير التعليم وبناء المجتمعات من أبرز نقاشات ندوة دور الأوقاف في تمويل التعليم. الندوة أشارت إلى أن الأوقاف في السلطنة بلغت ما يربو من 48 نوعاً. 3 أوراق عمل تناولتها ندوة الأوقاف في تمويل التعليم. الأولى استهلت بالتعريف عن الوقف ونشأته ومعاييره، وأوضح فيها المحاضرون أن الأوقاف التعليمية تعد أحد أبرز صور التكافل في الفكر العماني وهو ينطلق. الوقف في عمان خاصة الوقف الإسلامي بدأ في العام 6 الميلادي، وهناك طبعا مجالات مختلفة في الأوقاف، والوقف التعليمي أيضا عنده تخصصات مختلفة. أنا أظن آن الأوان بأن يركز المجتمع على مجال الوقف من أجل التعليم. الورقة الثانية في الندوة ركزت على إسهام الأوقاف في التعليم وبناء مجتمع المعرفة، مفصلة وقفيات التعليم ودورها في تطوير الحضارة الإسلامية. الهدف من ندوة اليوم محاولة من عندنا لربط القطاع التعليم بالمجتمع، وحراك أن توضيح لدور الوقف. اعتدنا على دور الوقف أن يكون متمحور حوالين بناء المساجد وبناء الأوقاف من هذا النوع، لكن حبينا أن نركز على أهمية الوقف في التعليم وفي بناء الأجيال القادمة. الورقة الثالثة تطرقت إلى عرض نماذج للوقف الخيري في دعم التعليم في أمريكا ودول الغرب، وعن النجاحات التي حققتها بعض الجامعات المدعومة بأموال الوقف. أوراق العمل الثلاث هذه ركزت في مجملها على كيفية تسخير أموال الوقف في دعم التعليم ونقل الدعم من التعليم التقليدي في القرى إلى الجامعات والمؤسسات التعليمية. إبراهيم بن سالم الهادي من جامع السلطان قابوس الأكبر بمحافظة مسقط. نبقى الآن مع الأخبار الاقتصادية مع الزميلة الشعثاء. مساء الخير شعثاء. مساء النور. تفضلي. شكرا لك جيهان. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم. توقع تقرير أصدرته مؤسسة ريسيرش أوربس الأمريكية أن تصل قيمة قطاع البناء والتشييد في السلطنة إلى نحو 20 مليار دولار عام 2021 بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 10%. وأضاف التقرير أن استثمارات الحكومة في قطاعات مثل البيئة والبنية الأساسية البحرية والتنمية الشاملة للسياحة والنقل تؤدي بدورها إلى إنعاش قطاع التشييد في السلطنة، مشيرا إلى أن تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير ميناء صحار بجانب ارتفاع الطلب على العقارات الخاصة مع العديد من المشاريع مثل مراكز التسوق والمجمعات السياحية المتكاملة وغيرها يدفع قطاع التشييد في السلطنة إلى التطور. بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم اليوم 45 دولارا و68 سنتا، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عمان شهد اليوم انخفاضا بلغ دولارا 1.25 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء. تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يوليو المقبل بلغ 50 دولارا و55 سنتا للبرميل، منخفضا بمقدار دولارين 2.27 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الجاري. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان،
الصفوة من شركة أعلاف غفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم مجددا. مع استمرار الأوضاع في المنطقة والتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت على تداولات سوق مسقط للأوراق المالية، فقد المؤشر العام هذا الأسبوع أكثر من 100 نقطة، كما تراجعت قيمة التداول إلى 9,572,000 ريال عماني. ما زال سوق مسقط للأوراق المالية متأثرا بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث استمر في التراجع، وهذا التأثر واضح على أسهم الشركات الرئيسية. هناك عامل آخر له تأثير على السوق، أسعار النفط العالمية التي تراجعت للحد الأدنى، ومخاوف من عدم استطاعة أوبك من خفض المعروض، وربما هذا الضغط قد يكون طويلا على أسعار النفط العالمية. نوع من الضغوط البيعية على مؤشر السوق وعلى معظم الأسهم الرئيسية، طبعا في الأخص هذا راجع بضعف السيولة خلال الفترة الماضية، وطبعا يعمل نوع من ضغط يومي على حجم السيولة. اليوم يمكن السيولة أفضل من بقية الأيام الماضية بدرجة بسيطة. وقد اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نتائج الاكتتاب للصكوك المشاركة لميثاق بنك مسقط عن طريق الاكتتاب العام، وذلك وفقا لنتائج بلغت أكثر من 44,600,000 ريال عماني. وأشارت النتائج الأولية للاكتتاب إلى الإقبال الكبير على الشراء وتنوع فئة المستثمرين ما بين مؤسسات وأفراد. تم إدارة سكوك بنك مسقط في السوق، ولكن حتى الآن لم نرى أي تداولات عليها، طبعا أدرجت قبل يومين، ولكن نعتقد أن هذا السكوك أداة مالية جديدة راح تساعد السوق على وجود في مراحل قادمة، طبعا إذا صار تغير أي أسعار. يمكن ما ساعد سكوك بنك مسقط رفع أسعار الفائدة أمس أيضا في أمريكا، فيصبح العائد غير مجدي بالنسبة لعدد من المستثمرين. في ظل عدم وجود أي محفزات وأي أخبار اقتصادية إيجابية، من المتوقع استمرار سوق مسقط على نفس الوتيرة، مع اختيار انتقاء لبعض الشركات التي قد تستفيد منها الأوضاع الحالية. مؤشرات إيجابية عن حجم الثقة والرغبة التي يبديها المستثمرون للاستفادة من خصائص الاستثمار في سوق الأوراق المالية، كما أن هناك سيولة نقدية يجب الاستفادة منها في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني. سعود بن سعيد المعولي، محافظة مسقط. انتهت النشرة الاقتصادية، وعودة إلى جيهان. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم من جديد. ذكرت شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات أنها سوف تنقل جميع العمليات المتعلقة بانطلاق الرحلات الخارجية إلى مختلف محافظات السلطنة وإمارة دبي من محطة روي إلى محطة العذيبة دون أي تغيير في عمليات الرحلات الداخلية بمحافظة مسقط، وستكون محطة العذيبة نقطة الانطلاق والنهاية لجميع رحلات الخارجية بدءا من يوم الجمعة القادم، باستثناء خط مسقط صور جعلان والذي سيستمر في تقديم عملياته التشغيلية للرحلات من محطة روي، ويأتي ذلك حرصا من المواصلات على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء بحيث تكون أكثر فعالية وراحة لاستخدام حافلات النقل العام. الآن مع أخبار الرياضة مع الزميل عبد العزيز الوهابي. شكرا جي. أهلا بكم. اختتمت بطولة سنوكر والسهم الرمضانية لعام 2017، والتي تهدف إلى ترسيخ الروابط الأخوية بين ضباط شرطة عمان السلطانية وتنمية مهاراتهم الرياضية. سعيا لتنشيط الجانب الرياضي واهتماما بترسيخ العلاقات بين ضباط الجهاز
اختتمت مساء الأربعاء 14 من يونيو لعام 2017 للميلاد بنادي الضباط بالوطية مسابقتي السنوكر والسهم الرمضانية لهذا العام بمشاركة عدد من الضباط والأعضاء المنتسبين لإدارة نوادي الشرطة تحت رعاية العميد الركن عبد الله بن محمد الصيعري قائد شرطة محافظة مسقط. المسابقات كانت شيقة حقيقة، التنافس كان فيها عالي، والله الحمد أنا توفقت وصلت للنهائي، وأتمنى إن شاء الله هذه المسابقات تتطور ونأمل التوفيق للجميع. التنظيم كان فوق الممتاز والحمد لله رب العالمين، تكمل أخوة الضباط كلهم في تنافس شريف ممتاز بينهم أخوي جدا، طبعا الفائز مبارك له والمهزوم نقول له لك. حيث تنظم هذه المسابقات من قبل إدارة نوادي الشرطة منذ عام 2003 وتشهد إقبالا من قبل الأعضاء. فعاليات رياضية تسعى شرطة عمان السلطانية من خلالها لبث روح الحماس والتنافس بين منتسبي هذا الجهاز. الملازم يوسف بن ياسر المحروقي، نادي شرطة عمان السلطانية، مسقط. تستهل منافسات كأس القارات في روسيا يوم السبت 17 من الشهر الجاري مع تغيير جديد في اللعبة، حيث سيسمح للحكام بالاستعانة بالفيديو لاتخاذ القرارات التحكيمية. هذا ووافق الاتحاد الدولي على تجريب تقنيات في كأس القارات لتكون بمثابة اختبار قبل استخدامها في نهائيات كأس العالم 2018. وقال ماسيمو بوساكا رئيس التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم إن قرارات التحكيم لن تكون مثلى ولن تخلو من الأخطاء حتى مع استخدام الفيديو. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد جرب الاستعانة بالفيديو في مواجهة ودية الثلاثاء الفائت فازت فيها فرنسا على إنجلترا بهدفين لهدف. أنهى منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم خدمات مدربه الألماني أولي تشيلكي بعد خسارة مفاجئة أمام قطر بثلاثة أهداف لهدفين في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وهي الخسارة الثالثة لكوريا في آخر خمس مواجهات في التصفيات، الأمر الذي قد يعرقل تأهل الكوريين للعب في نهائيات كأس العالم للمرة التاسعة على التوالي. أخبار الرياضة انتهت، شكرا لكم على حسن طيب المتابعة، في أمان الله. احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 من يونيو من كل عام. تبرع بالدم تبرع الآن كان شعار الاحتفال لهذا العام الذي أقيم بمقر النادي الثقافي، حيث رعى الحفل معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام. قصيدة دمها نادرة وما موجودة عندنا. هكر أنا ما أعرف من اللي تبرع لك الدم، لكن أكيد هو طيب وأريد أعطيها للوطن. عمل يستحق وردة وأكثر، ذلك الذي توهب به حياة جديدة لمرضى ومصابين بحوادث عدة بسبب قطرات دم، حيث تؤمن التبرعات حاجات بنوك الدم في إسعاف ملايين المرضى. من المعلوم أن الحاجة للدم حاجة مستمرة، وهناك العديد من المرضى يوميا يستقبلون العلاج بالدم سواء كان في أمراض السرطانات أو أمراض الدم الوراثية، الجانب الآخر أيضا في الحوادث. وهذه السنة ركزت منظمة الصحة العالمية في احتفالها باليوم العالمي للمتبرعين بالدم على نقطة التبرع لوقت الطوارئ. أولا من استطاع نقل دم من إنسان إلى آخر بنجاح هو الطبيب البريطاني جيمس بندل عام 1818 ميلادي. لتتوالى العملية الناجحة في نقل الدم من أصحاء لمرضى بنتائج أكثر نجاعة، وليتجاوز عدد فصائل الدم أكثر من 300 فصيلة دم موجودة، وربما ستزيد مستقبلا مع تطور اكتشافات طبية جديدة. قيمة هذا العمل اللي احنا نقدمه هو كمساعدة للناس المحتاجة للدم، وحث الناس الآخرين لمساعدة الناس المحتاجة. مثل ما نحن نعرف أن الكثير من الناس عندنا عندها نقص في الدم أو ناس تحتاج أن أحد يساعدها. له أهمية كبيرة وأنه ينقذ حياة كثير من الناس اللي يحتاجوا للدم. طبعا تبرع بالدم هو عبارة عن تصدق لصحة الإنسان أنه يفيد إنسان ثاني. ورغم أن المتبرع بالدم يفقد كمية منه، إلا أنها عملية صحية ومفيدة للجسم،
إضافة لكونها إنسانية، حيث يروي هذا الشاب تجاربه في تبرعه بالدم. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا الآية دليل كافي على أساس أنه شخص يتبرع على أساس أنه يساعد الآخرين ويساعد المجتمع. في ناس وفي مثل ما نشوف وسائل التواصل الاجتماعي رسائل كثيرة توصل بحاجة المجتمع الدم، فمن هذا المنطلق والحمد لله الحين في المرة السابعة تبرع بالدم، وهذا ما بس يفيد الآخرين، يفيد الشخص المتبرع بالنفس. وتبين الإحصاءات الخاصة ببنوك الدم لعام 2016 إلى ارتفاع نسبة التبرع التطوعي بشكل ملحوظ في السلطنة، ما يشير إلى ارتفاع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم وزيادة إسهامهم في رفض بنوك الدم بحاجاتها. يؤمن هؤلاء الشباب بأهمية عملية التبرع بالدم لخدمة المجتمع لدورها المهم في إنقاذ حياة البشر. من النادي الثقافي بمسقط، يعقوب بن يوسف البلوشي. في ختام النشرة تذكير بأهم العناوين. السلطنة والولايات المتحدة تستعرضان تطورات الأزمة الخليجية وتجددان دعمهما لجهود أمير الكويت لاحتوائها. انتخاب السلطنة عضوا في لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة. الرئيس الروسي يؤكد وجود مساع لبلاده لإيجاد تسوية سياسية في سوريا بين أطراف الصراع. في ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل من مركز الأخبار، إلى اللقاء.